تبعني نعطيك دي زاستوس باش تعمل بيهم الصلصة وحدك في الدار، تجيك مزيانة مرتوبة بنينة وتبقى معاك هشوشة لسهرية رمضان تعمل عليها كيف. تبدأ بالشحور، 500 غرام سكر مع نص لتر ماء وريقات شوش ورد وعصرة قارص. للفخذ تحمر 300 غرام بفريوة مع 150 غرام لوز، ترحيهم وتغربل فوقهم 60 غرام سكر محاوي، خلطهم مليح وتزيد معاهم مغرفة كبيرة بات دونوازيت، وتبقى تزيد في البوغ دونوازيت بشوية بشوية حتى للي يتلموا معاك هكا. تعملهم كعبورات كعبورات، ميزان كل واحدة فيهم بالضبط 13 غرام. تختار أوراق الملصوقة اللي في الشكل هذا وتقص دي بونتليت دو 5 وإلا 6 سنتيمتر، تدهنهم بالبوغ دونوازيت وتحط فيهم الفاكهة اللي حضرتها، ومن بعد باش تطويهم بالطريقة هذه، وفي الأخر باش تسكرهم بشوية ماء وفرينة باش ما يتحلوش وقت القليان. كملهم الكل بنفس الطريقة، ومن بعد باش تقليهم في زيت جديدة بعد ما تكون سخنتهم مليح على الغاز. واسمعوا لي هيك التشتيشه، يكذب عليك السر الكل في زيت جديد، يخرجوا دوغي يعملوا الكيف. خليهم يستقطروا شويه وهما سخان باش ترميهم في الشحور بعد ما يكون برد، ومن بعد نخليك تتفنن في طريقه التزيين، وتاكلهم بالشفاء، وان شاء الله رمضانك مبروك.